بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مثالنا لهذا اليوم هو عن relocating loader. relocating loader. راح نحل مثال متكامل عن هذا الموضوع. لو نفرض أنه عندي برنامج مكتوب بلغة التجميع assembly language يبدأ بال jump domain وينتهي بال end b. هذا البرنامج نريد نحوله إلى object file ثم تحميله إلى الذاكرة. احنا نعرف البرنامج ممكن أن يبدأ بالأمر origin أو لا يبدأ ب origin. البرنامج اللي يبدأ بالأوريجين، لو فرضنا مثلا برنامج يقول بالبداية أول إعاز هو أوريجين مثلا 200، يعني هذا أمر من المستخدم من اليوزر إلى الأسيملر، أنا أريد هذا البرنامج يتحمل بالموقع 200. من يكون هذا الأمر من قبل اليوزر يجب على الأسيملر يستلم هذا الموقع اللي هو 200 ثم يمرره إلى اللودر، وهذا الأمر يعطى لللودر، يعني يا لودر أنا أريد البرنامج يخزن بالذاكرة ابتداء بالموقع 200. ولكن هذا البرنامج ما بينه أوريجين، فاللودر يعتبره بالبداية عنوان التحميل لهذا البرنامج هو 0. هذا البرنامج يسمينه source program. أول شيء راح يدخل هذا البرنامج إلى 2-pass assembler أو 1-pass assembler. بالمثال هذا راح ندخل هذا البرنامج إلى 2-pass assembler. نحن نعرف 2 pass assembler يتكون من pass 1 و pass 2. pass 1 الادخالات اللي هو source program و opcode table. ال output لل pass 1 هو intermediate file و symbol table. هذول الاثنين راح يدخلون الى pass 2 اضافة الى ال opcode table حتى احول الى machine code واطلع او احصل على ال object program و listing file. احنا نعرف من قبل انه باس 1 ما يحول ماشين كود، فقط يشيك البرنامج هل انه صحيح ام لا، يعني يكشف الاخطاء اللي قد توجد في الاعازات، اضافة الى اذا كان الاعاز صحيح يعرف طوله. طبعا شلون يعرف صحيح؟ حسب الاوبكود تيبل، يعني instruction set. فاذا العاد اعاز صحيح راح يعرف طوله، واذا كان الاعاز خطأ راح يعتبر طوله صفر. نفرض انه هذا البرنامج انه ما بينه اخطاء، هذا البرنامج يسمينه source program. اول شيء راح يدخل هذا البرنامج الى pass 1، راح يطلع من عند pass 1 intermediate file و symbol table. ال intermediate file مثل ما نعرف انه بينه ثلاث حقول جدول، بينه ثلاث حقول اللي هو الادريس mnemonic field وال error flag. نكتب البرنامج في هذا الحقل اللي هو mnemonic field، ونكتب العناوين. هاي العناوين تعتمد على أطوال الإعازات، مثلا إعاز jump domain يتكون من بايتين، إذا بدأ بصفر فالإعاز اللي بعده باثنين. فالإعاز الثاني define word اثنين، علامة استفهام، يعني ياخذ بايتين اللي هو label n1، ياخذ بايتين من اثنين إلى الأربعة. فn2 أيضا ياخذ بايتين اللي بعده راح يكون 6. result عندي define word رقمين، رقمين صفر، يعني كل رقم هو بايتين، فياخذ 4 بايتات من 6 الى 10 وهكذا حسب اطوال الاعازات. الايرور فلاج نعتبره صفر على فرض ان البرنامج لا يحتوي على اي خطا. فنلاحظ انه السمبل هذا الاوتبوت الاول، الاخراج الاول من باس 1. الاخراج الثاني من باس 1 هو سمبل تيبل. السمبل تيبل منين ناخذه؟ ناخذه من الانترميديت فايل. البيجين عنوانه صفر، والانوان عنوانه 2، والان 2 عنوانه 4، والريزلت عنوانه 6، والمين عنوانه 8، والكونتينيو أو الكونت عنوانه 18. نجي إلى pass 2. pass 2 راح يطلع من يدخله pass 2 يدخله الانترميديت فايل وسيمبل تيبل، راح يطلع من عنده الليستنج فايل والأوبجكت بروجرام. الليستنج فايل يتكون من 5 حقول: أدريس، نيومونيك فيلد، وماشين كود، وإيرور فلاج، إضافة إلى اللاين نمبر. اللاين نمبر راح نبدينه من 1 2 3 إلى آخره. الادرس هو نفس الادرس اللي ننقله منين؟ من الانترميديت فايل السابق، ومنيمونيك فيلد ايضا نفس الانترميديت فايل، فقط الاضافه راح يكون عندي اللاين نمبر والماشين كود. الماشين كود بالبرنامج الرئيسي، بالبرنامج بالاصل
اللي هو هاي الإعازات بها هاي الخطوط. لو فرضنا اي بي وخطين يعني هذا الكومن بايتين، البايت الاول هو اي بي اللي هو الاوبكود، والبايت الثاني هو الاوبيراند. الإعاز الاخر اللي هو اي 1 الاوبكود وبايتين هو الاوبيراند. الإعاز الثالث الاخر اللي هو بايتين اضافه الى اثنين اوبيراند. الإعاز تكون من جزئين، لاي إعاز بالاسمبلي تكون من جزئين، الجزء الاول هو اوبكود والجزء الثاني هو اوبيراند. الاوبيراند ممكن ان يكون ادريس وممكن ان يكون داتا. فمن يجي عندي جامب تو مين، اي بي لازم نملا الفراغ اللي كان فراغ، اشون ملا بثمانية، جامب تو مين المين عنوان واشخاد 10 ناقص عنوان اعاز الجامب اللي هو 0 10 ناقص 0 هو 10 ناقصا طول الاعاز اللي هو 2 اللي هو 8 فاي بي 8. هاي الطريقة الأولى. الطريقة الثانية إنه طلع الثمانية اللي عنوان اللي إعاز المراد القفز إليه اللي هو المين عنوانه A ناقص عنوان الإعاز اللي يجي بعد جمب اللي هو 2 10 ناقص 2 يطلع 8. هاي الطريقة الثانية. هاي الطريقة أأمن من الطريقة الأولى. ليش؟ لأنه بعض الإعازات الجمب تتكون من أكثر من بايتين، ممكن أن يكون ثلاثة. define word علامة استفهام 0000 define word ناقص 6 ناقص 6 اللي هو ناقص 0006 التوس كومبلمنت ماله اللي هو FFFA فنكتب اللو قبل الهاي. define result define word 0 0 يعني صفرين كل صفر word فأربع بايتات. الإعاز بعده اللي هو بالمين بالليبل مين بالعنوان مين move AXN1 هذا A1 اللي هو الأوبكود و N1 0002. ليش؟ لأن N1 عنوان واشقد من السيمبل تيبل هو 0002. الإعاز اللي بعده multiply word pointer of N2 هذا الأوبكود اللي هو F626 وهذا الليبل N2 اللي هو 0400 اللي هو هذا. compare DX مع 20 هذا الأوبكود وهذا الأوبراند اللي هو 20. jump below continue شو نحصل على ال displacement هذا الأوبكود وال displacement 2 منين جاء 2 عنوان الإعاز المراد القفز إليه 18 عنوان إعاز اللي بعد الجمب اللي هو 16 18 ناقص 16 اللي هو 2 أو 18 ناقص 14 ناقص 2 نفس الحالة. move AX result result أشقد 0006 فهذا الأوبكود وهذا 006 الأوبيراند. وموف DX إلى result plus 2 هذا move DX اللي هو الأوبكود وresult الريزلت إذا كان عنوانه 6 فريزلت بلس 2 هو 0008 والريتيرن الأوبكود مالته C3 ثم NP. هذا الليستينج فايل. بعد راح يكون عندي الأوبجكت بروجرام. الأوبجكت بروجرام يتكون من الحقول التالية هيدر وتكست 1 وموديفاي وإند. احنا نعرف البرنامج اللي بينه أوريجين موديفاي ريكورد ما بينه، لأنه أوريجين من أقول أوريجين مثلا ألف يعني اجبر اللودر انه يحمله بالموقع الف، ماكو شيء اسمه ريلوكيتنج يعني ما يغير العناوين. فبالنسبه للبرنامج اللي ما بينه اوريجين يحتاج موديفاي. نجي الى الريكورد الاول هيدر واسم السكشن وبدايه السكشن اللي هو صفر لانه ما بينه اوريجين وطول السكشن 20 هكسا اللي هو 32. ال 20 هكسا معناته 2 تكست ريكورد كل تكست ريكورد 10 هكسا يعني 16 ب 16 32 بايت. نيجي تكست 0000 بدايه البرنامج والطول وننقل الماشين كود هذا منين من الليستنج فايل ننقل 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 الى 04. فنلاحظ الى 04 نقلنا الماشين كود. نجي إلى التكست الثاني. التكست الثاني بدايته هو أشنو؟ هو بداية التكست الأول زائد طول التكست الأول اللي هو 0 زائد 10 يطلع 10. طول التكست الثاني اللي هو 10 فنكمل من بعد الأربعة هذولي 16 بايت ننقلهم وين؟ إلى التكست الثاني. نجي إلى الموديفاي. العناوين اللي ينعمل للموديفاي المكانات اللي ينعمل للموديفاي هي أشنو؟ كل إعاز بينو ليبل كأدرس ينعمله موديفاي. يعني بالنسبة لهذا هذا الإعاز بينو ليبل الليبل كأوبيراند ولكن الإعاز الجامب هو جامب ريلاتيف يعني يتحول إلى العنوان مين إلى إزاحة ديسبليسمنت يعني ما ينعمله موديفاي. N1 ينعمله موديفاي.